بالنسبه للصابلي يعني هذا العجين ديال الصابلي غير انا غير العجينه زين راه فعلا تبارك الله يعني كاين اشكال ودائما كنتكلموا عليهم. مازال ان شاء الله فرصه مقبله ونعطيو العديد من الاقتراحات مع اقتراب يعني شي مناسبه ان شاء الله. غير هذا الصابلي راه هو المعتمد عندي هو اللي كنخدم به. واخا عندي ربعه ديال الزبده وكيسولوني السيدات على نوع الزبده. الا درت الزبده غير واحد بين قوسين الا درت الزبده ديال العبار ما كنديرش الزيت ياك. الا درت خلطت ما بين مارغارين وزبده العبار ماشي مشكله كندير الزيت. بحال هنايا انا كندير ربعه ديال الزبده مخلطه ما بين العبار وما بين مارغارين يعني 125 غرام مارغارين و 125 غرام زبده ديال العبار مزيانه اللي هي ربعه نص كاس ديال الزيت العبار ديال ياغورت نص كاس ديال الزيت لان هنا مخلطه. الا بغات السيده دير مارغارين كلها ربعه دير كاس ديال الزيت. يعني نتمنى تكون الفكره واصله لان الزبده ديال العبار كتكون شويه رطبه ما كتحتاجش الزيت نهائيا. فعلا اي مارغارين نحطهم بجوج انا كنفضل نخلطهم باش كتجي الخدمه سهله شويه لان ديال العبار خاصك ديريها في الثلاجه وتخرجيها تعاود ديري في الثلاجه يعني دغيا داك العجينه كترطب. انا كنفضل انني نخلط نص مارغارين ونص زبده العبار ونزيد نص كاس ديال الزيت بالعبار ديال ياغورت واحد فلو ديال الكراميل نكهة كراميل ديال جوج دراهم واحد فلو ديال الكراميل وجوج بسكوي ديال درهم راه ديال القمح كيكون العلبه ديالو بالصفر وفيها الخضر ومرسوم فيها واحد هكا القمح هكا جوج بسكوي ديال القمح ديال درهم كنكونو طحناهم وغربناهم غبره كنزيدوهم على هاد الزبده والزيت والفلو ديال الكراميل نص معلقه صغيره ديال نكهه الكراميل و200 غرام ديال السكر كلاصي. نعاود لي سمحتي ربعه ديال الزبده واخا تفضلي ربعه ديال الزبده نص كاس ديال الزيت بالعبار ديال ياغورت واحد فلو كراميل جوج بسكوي ديال درهم ديال القمح مطحونين ونص معلقه صغيره ديال نكهه الكراميل و200 غرام السكر كلاصي. كنخدموا هاد العناصر مزيان كيعطيني واحد اللون كريمي اييه لان داك الكراميل مع الكراميل اللون كريم كنبقى نخلط مزيان غير باليد حتى كنحصلوا على واحد البوماده. من بعد كنزيدوا جوج ديال البيضات بالوحده كنزيد وحده وكنخلط والثانيه ونخلط ونجمع بالطحين. الطحين يعني الكافي ما بين يعني كل من نوع الجيد خاص بالحلويات كنبقى نزيد الطحين بشويه بشويه تقدر غير 600 غرام راه تجمع ليها يعني على حسب نوعيه الطحين كما قلتي. كنبقى نجمع وما ندلكش يعني غير بريوس الصباع كنبقى نجمع الصابلي كنديرو في واحد البلاستيكه ما يكونش جاري ما يكونش قاصح باش ما يتفرتتش المهم كيكون شويه رطب ونديرو في الثلاجه على الاقل واحد الساعه. انا شي مرات كنبيتو ليله كامله من الاحسن وفي الصباح كنسرحو ما بين جوج بلاستيكات وكنشكل الشكل اللي بغيتي يعني راه كيجي اي بالمرشم اللي بغيتي اللي بغيتي كيجي صابلي اللوين ديالو كريمي ومذهب وما كيبانش بيض يعني كيجي زوين ومقرمش يعني صابلي هو اللي كنخدم انا به وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. هاد الصابلي دابا حنا تعودنا مثلا الصابلي كيكون ملي كنخشيو في الفران يعني خصو يبقى بيض. هذا مثلا اللي فيه الكراميل اللون ديالو ذهبي بالنسبه للفران يعني شي نصيحه لانه اللون ديالو كيبان ذهبي فغادي يبان لهم بحال راه مثلا بدا كيطيب. هو ماشي بزاف يعني ما كيكونش بزاف ما كيكونش غامق عرفت كيكون يعني كما قلتي مذهب. الفران كيكون ناقص ما نخليوش الصابلي تيسخن الفران بزاف بحال البهله ولا الغريبات يعني غير نسخنوا الفران يكون دافي شويه كنديروا الطاوة ويكون ناقص ايوه صافي راه كيبان ملي كتهزي داك كتشوف بان الصابلي راه نشف وكتهز هكا من التحت كيبان لي راه محمر كتبان بانه محمر هو الاساس هو الوجه ديال الصابلي ما يكونش محمر بزاف. ايوه فعلا يعني الا هو تحمر من التحت ديالو ماشي مشكله. ملي كنزل الطاوة كتجي النار على وجهها كنخلي غير واحد شويه كنبقى نقيس غير بهكا بحال اللي كنضربو بصباعي باش نشوف لي الصابلي بانه ما رطبش بدا ناشف صافي راه طاب كنحيدو. واخا هذا بالنسبه للعجين. Thank you.
الله.